اوكي، بتبدأ احداث فيلمنا مع ويندي اللي بتروح تأجر بيت صغير، وبتقول للراجل اللي بتأجر منه انها تتقابل هي وصحابها ويقضوا الاجازة مع بعض لانهم بقالهم سنين ما شافوش بعض، وبيقول لها التعليمات اللي بتكون من ضمنها ان ما حدش يقرب من النهر ابدا لان حصل فيه جرائم كتير قبل كده وبيشك انه فيه تمساح. بتسمع ويندي التعليمات دي وبتسيبه وبتمشي، وبتقعد لحد ما اصحابها بيوصلوا، وبتفضل تعمل في التعويذة اللي معاها لحد ما بتكون قاعدة ومش بتعرف تكمل لانها بتسمع صوت صحابها. بتطلع تسلم عليهم اري فاي وفيو لايت، بتقول لهم انها مبسوطه انها شافتهم، ولما بيدخلوا بيعجبهم المكان اللي هي اختارته وشكل الديكور فيه، وبيروحوا على حمام السباحه اللي جنب البيت وبيقعدوا يستجموا مع بعض. وعلى بالليل بتاخدهم ويندي على النهر وبتتجاهل التعليمات اللي الراجل قالها عليها، وبيتفقوا مع بعض انهم هيحضروا روح حوريه البحر اللي اسمها اورسلي، وبيشتركوا كلهم ما عدا فاي، بترفض انها تعمل معاهم اي حاجه. واثناء التحضير بيسمعوا صوت حاجه، والظاهر انها بتكون فخ معمول لاي حد يقرب من النهر، وبتقع فاي في الفخ ورجلها بتتشبك في الحبل اللي بيسحبها لجوه النهر، لكن صحابها بيقدروا يشدوها وبيطلعوها، وبيرجعوا هما الثلاثه على البيت. وكل اصحاب ويندي بيعاتبوها وبيقولوا لها انها السبب في اللي حصل، وان رجل فاي كانت هتتقطع بسببها. وبتقول لهم ويندي انها ما اجبرتهمش على حاجه ولا قالت لهم يعملوا الطقوس معاها، وبتسالها اري لو كانت روح الحريه اتحررت كان ايه اللي هيحصل. بتقول لها ويندي انها اكيد ما تعرفش ايه اللي كان هيحصل. وبعد كده بيجي الليل وبيقعدوا هما الاربعه تاني عشان يعملوا قعده تانيه، وبتمسك واحده شمعه وبتكتب على ورقه كل اللي مضايقها في الحياه، وبعد ما بتخلص بيولعوا في الورقه. وتاني يوم بيصحوا الصبح بدري عشان يلحقوا اليوم من اوله. بتسبقهم اري على النهر وبتكتب في ورقه وبتحطها في ازازه وبترميها في النهر، وبتروح وراها ويندي وفيو لايت، وبياخدوها على البيت وبيشوفوا واحده واقعه على الارض وشكلها تعبان جدا. بيروحوا عندها وبيكونوا فاكرين انها ميته، لكن بيلاقوها بتتنفس. بياخدوها على البيت بينظفوها وبيخلوها تنام لحد ما بتفوق، وبتقول اري انهم كان لازم ياخدوها للمستشفى وهناك كانوا هيساعدوها اكتر، لكن بتقول لهم فاي ان الست هتبقى عبء عليهم. وبتخرج ويندي واري عشان يجيبوا مستلزمات البيت، وبيسيبوا الست اللي لقوها مع فاي وفيو لايت، وهناك بتفوق الست اللي انقذوها اللي بيكون شكلها مش طبيعي. بيوصل جيمز صاحبهم عشان يقابلهم في البيت، بس بتنزل الست اول ما بتشوفه وبتاخده على حمام السباحه وبتقطع لحمه. ولما بترجع ويندي وصاحبتها بيلاحظوا انها مش موجوده في البيت، وبيكونوا مش عارفين هيعملوا ايه، وبيطلعوا يدوروا عليها بره البيت وبيلاقوا اثار رجلها وبيمشوا وراها، وبتاخدهم عند حمام السباحه، وهناك بيشوفوا جثه جيمز متقطعه ومرميه في الميه. بيستغربوا كلهم من اللي شايفينه، وفجأة بيشوفوا ان في حاجة بتعوم في المية، وبتخرج الست اللي انقذوها، ولما بتشوفها ويندي بتعرف انها اورسلي، وبيطلعوها من المية بصعوبة لان رجليها بتتحول لديل سمكة في المية، وبيكونوا كلهم خايفين منها الا ويندي. بيدخلوها وينشفوها عشان رجلها ترجع طبيعية، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض بسبب حرية البحر دي وهيعملوا ايه في جثة جيمس. وبيسمعوا الباب بيخبط وبيستخبوا كلهم ومعاهم حرية البحر اورسلي. ولما بتفتح ويندي بتلاقي انه ريت الراجل اللي اجرت منه البيت، واللي بيفضل يسالها اذا كانت كويسه لانه سمع زعيق جاي من البيت. بتقول له ويندي انها كانت مشغله التلفزيون بصوت عالي، وبيطلع مسدس من جيبه وبيهدد بيه، وبيقول لها انه شاف الجثه اللي في حمام السباحه وانه عارف انهم حضروا روح اورسلي، وبيزقها وبيدخل جوه الكوخ وبيفتش في كل مكان لحد ما بيلاقي الفوطه اللي كانوا بينشفوها بيها، وبيفضل يشم فيها وبيقول لها انها ريحتها سمك. بيفضل يدور عليها في كل مكان في الكوخ لكن مش بيلاقيها، بيفضل يزعق ويتعصب، وبعد ما بيفقد الامل بيقرر انه يمشي. وهو ماشي بيسمع صوت جاي من الدور اللي فوق، بيفهم انها مستخبيه فوق، ولما بيطلع بيهجموا عليه صاحبتها وبيفضلوا يضربوه وبيرشوا في عينه بخاخ وبيكتفوه ويحبسوه في الاوضه، وبيفكروا هيخرجوا ازاي من المشكله دي. بتقول لهم اري انهم لازم يهربوا من المكان بسرعه قبل الحكومه ما تظهر، ويفتكروا ان هم اللي قتلوا جيمس. بتقول لها فيو لايت انهم ما ينفعش يهربوا لان بكده هم بياكدوا للحكومه ان هم اللي قتلوه فعلا. وبعد نقاش طويل بيوصلوا انهم لازم يهربوا، بس مش هيكون معاهم عربيه يهربوا بيها غير عربيه الراجل اللي اجرت منه الكوخ. ولما بينزلوا بيلاقوا رجالة تريد بتوقفهم، بيسألوهم إذا كانت دي عربية تريد ولا لأ. بتقول لهم آري إنها أجرت منه العربية، بس رجالته مش بيصدقوا لأن تريد مش بيأجر حاجته لحد. بيكونوا شاكين في البنات، وبتدخل رجالته الكوخ عشان تتأكد إذا كان في حاجة جوه ولا لأ، وبيدخلوا يلاقوه مربوط جوه. بيفكوه وبيسأل البنات عن أورسلي عشان يقتلها، لكن بيكون أورسلي راحت عند النهر، وبياخد تريد مع البنات عشان يدور عليها، وبيبعت رجالته الغابة يدوروا عليها، وبتسحب رجالته واحد ورا التاني وبتقتلهم، وبيصرخ واحد منهم لكن تريد مش بيهتم لأي حد فيهم، وبيقرر انه يرمي فاي في المية عشان تشد انتباهها وتطلع تنقذها، وبيرمي واحد من رجالته في المية عشان اول ما تظهر يمسكها، لكن اللي بيحصل ان اوزلي بتطلع وبتاكل اللي حدف وريد في المية، وبيفضل يضرب نار عليها وبيجي فيها لكن مش بيحصل لها اي حاجة. بتروح ويندي تجيب العربية وتخبطه بيها وتوقعه على الارض، وبتطلع فاي من المية، وبتفضل هي وفيو لايت يضربوا فيه لحد ما بيقع وبيغمى على ويندي في الارض. ولما بتصحى من النوم بتلاقي ان كل اصحابها كويسين حتى اورسلي نايمة جنبها في نفس العربية، وبتقول لهم اورزلي انها هترجع للنهر تاني عشان عيلتها. تقول
بتقول لهم ان النهر ده بيتها، وبترجع بعدها كل واحدة فيهم لحياتها.